حضرتك كنت بتكلم على المباراة صفحة واتقفلت، مباراة الترجي علينا اللي احنا نركز، لان فريق نجم الساحلي فريق ما خسرش في البطولة ايضا، شاف النادي الاهلي كويس، متابع كل صغيرة وكبيرة، واكيد الكابتن حسام كمان متابع فريق النجم الساحلي كويس. الاصل ليه انا قلت كده، ما تيجي في الكواليس لا النادي الاهلي المباراه الثانيه يحسم، لا المباراه الاولى، وتلاقي نفس الثقافه اللي ما تديش اهتمام للفريق بتاعك، ده غلط. ودايما بقول التصريحات اللي انت تحترم الخصم، والخصم لما تلاقيه تصريحاته بيحترمك لا تخاف وتعمل مليون حساب، على عكس ما يتقال لك ابو تريكه مش موجود، لا مش عارف الجيل دوت اضعف فنيا من اجيال سابقه، فمعناها ان الخصم اللي قدامك خايف، هو ده اللي احنا بنقوله لحضراتكم بخبره سنين طويله. تصريحات النجم الساحلي حتى الان والصحف التونسيه الناس كلها بتتكلم، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، عليا ان انا اهتم انسى اللي فات، لان ده ما خدناش البطوله لما كسبنا الترجي، ده احنا عدينا خطوه وفاضل على كاس افريقيا زقه. الزقه دي بتيجي بالالتزام بالانضباط بالاخلاص، والاهلي مر في البطوله دي بمواقف صعبه جدا، لما نروح سواء في مشواره في المجموعه او بيت فيست الجنوب افريقي في البدايه بتقابلك محنه وبتثبت ان انت راجل وقدها وقدود، وبعد كده بتروح المجموعه بيواجهك صعوبه وبتثبت ان انت قدها وقدود. ففي فرصه من اول وجديد في ايدينا نعمل نتيجه طيبه بره عشان نيجي نحسم، وهو شوطين، شوط اول لازم يبقى فيه انضباط والتزام زي ما اتعلمنا، عشان مش عايزين ندخل بقى النتيجه دي طب ايه اللي يريحنا، طب ايه النتيجه اللي في صالحنا تساعدنا، هي شوط اول ان شاء الله الكابتن حسام واللاعبين قادرين اللي يرجعوا لنا بنتيجه طيبه، لان امكانيات الفريق النادي الاهلي ومجموعه اللاعبين واللي فيه وفره عدديه في كل مكان من اكتر من لاعب، دي حاجه في مصلحه الفريق وبتدي اوبشن للمدير الفني اللي هو يختار ويعمل منافسه، واللي بيستفيد في الاول وفي الاخر الفريق. عشان كده رسالتنا للعيبه مره تانية مره تانية، ورسالتنا للكابتن حسام، رسالتنا للعيبه، اوعى تنسى روح الفانيلا الحمراء، طول ما الروح موجوده والقتال داخل الملعب اللي شفناه من اللعيبه الرجاله وعلى راسهم محمد نجيب اللي انا هدي له حقه، مظلوم اعلاميا مظلوم اعلاميا، اللي انت تبقى بعيد ويتقال سعد سمير هيلعب ويجي من الدار للنار في مباراه مهمه فيها جماهير، واللي انت اللياقه البدنيه بتيجي بلعب المباريات، ويلعب دي رجوله، جدعنه، اخلاص، وفاء، واحترام، اللي انت كمان ما بتعملش مشكله ولا بتتكلم، والاهلي الاهم ده بيطبقه محمد نجيب وكل اللعيبه اكيد. لكن روح الفانيلا بتبقى موجوده، القتال داخل الملعب واللي احنا شفناه خصوصا في الربع ساعه الاخيره، والاخلاص، والكل بيدافع، والكل حتى ضيعت اهداف وانت بتدافع، المساحات اتفتحت، فهي دي الروح اللي لازم تبقى موجوده تاني وطول الوقت. وكمان القتال داخل الملعب بيدي الافضليه للنادي الاهلي، لان عندنا الامكانيات الفنيه، لما انت بتبقى فايق وزميلك اللي جنبك بيكلمك، وهرجع اذكركم باللي احنا قلناه قبل، كرة القدم مهم جدا فيها الكلام داخل الملعب، حسام اللي بيحط على ايده الشارة جوه الملعب لازم يتكلم مع لعيبته، لازم يروح للحكم، وخلي بالكم الحكم اللي جاي حكم مش بالسهل، وحكم كويس وسمعته طيبة وعنده خبرات متميزة. فمن هنا لازم الكابتن الفرقة يروح يتكلم مرة واتنين وايديه ورا ظهره، لازم يتكلم مع زمايله لما يلاقي فيه هبوط في المستوى، قلنا الكلام ده وهنقوله تاني، لان ان شاء الله زي ما قلت اللعيبه قادره اللي حققونا مع الجهاز الفني. رسالتنا للكابتن حسام اللي قلناها له في اخر حلقه وهنقولها له النهارده، كابتن حسام ما تنساش اسلام الاهلاوي الجدع ذو الاحتياجات الخاصه اللي بيروح لك التدريبات وبيقول لك افريقيا يا كابتن حسام، ده صوره معبره من اهلاوي جدع زي اهلاويه بالملايين في كل مكان، مستنيين حضرتك انت واللعيبه تفرحون. وبعيد ده اللي احنا كده كلامنا ده مش بنحط ضغط، اعمل اللي عليك، قاتل جوه الملعب، بكل لعيب يبذل مجهود، وفي الاول وفي الاخر هتلاقي جماهير النادي الاهلي بتروح لك التتش تاني وبتسقف لك وبتقول لك انتوا عملتوا اللي عليكم.
ده الكلام الأهم النهاردة. فنقفل صفحة الترجي ونبتدي بقى حالة التركيز مع اللعيبة للمباراة، لأن كلنا طماعين عايزين كأس العالم وعايزين بطولة أفريقيا لأنها وحشتنا بالفعل. أمير هشام جاهز يا جماعة؟ أمير هشام جاهز؟ طيب خليني المباراة اتحددت خلاص يوم الأحد القادم الساعة 7:30 إن شاء الله، وخلينا نتعرف على حكم المباراة. في تقرير كده نشوف السي في بتاعه، نشوف الحكم ايه اللي بيمتاز بيه، وخلي بالكم حكم مش بالسهوله اللي بيحسب ضربات جزاء، حكم اللي بيعترض عليه بشكل قوي جدا انذارات على طول، واحنا عندنا مجموعه من اللعيبه عندها انذارات. نخلي بالنا ده مهم جدا جدا. فنروح مع حضراتكم تقرير الحكم جاهز ولا مش جاهز؟ طيب عايز اتكلم كمان في البدايه، عندي موضوعين. فريق العمل بيبلغوني اللي عملوا اتصال لغايه لما امير هشام يجهز معانا لفريق النادي الاهلي. كان في حاله لسه التمرين منتهي حالا، وفي حاله من التركيز والاصرار، وكان في اجتماع مع كابتن حسام البدري اتكلم مع لعيبته وكابتن سيد عبد الحفيظ، وخلاص خلق دوافع جديده، وكمان الحافز ان شاء الله للبطوله والاستراتيجيه اللي هيلعب بيها الكابتن حسام اكيد بيتكلم كل ده مع الكابتن حسام البدري. وكمان اطمنا على بعض اللعيبه، كان في ازار وعنده شد خفيف، وكمان سعد سمير بيقولوا شارك في التدريبات. ربنا يوفق كابتن حسام، اللي يلعب يلعب، لكن المهم الاهلي يكسب. الحاجتين اللي انا عايز اقولهم سريعا جدا جدا، دايما بهتم بموضوع الاخلاقيات. فوجئنا بخبر انا كل قلت قبل كده كتير جدا جدا، اللي عندنا صحفيين كتير زمايلي النهارده كبروا في الاعلام، وخلينا اقول الحقيقه، وبقوا في اماكن محترمه، عشرت اللي بينه عشرته وهو صغير واللي عشرته وهو كبير. فنخلي بالنا كلام كان لا يليق بمدير امن داخل النادي الاهلي اللي هو سيد عبد الرؤوف، وكلام صعب جدا يمس السمعه. ولما حد يتكلم على السمعه لو سمحت معاك مستند طلعه، لان مره المليون في حاجه اسمها اسره، وفي حاجه اسمها اولاد، وفي تواجد. انت النهارده في العمل العام، فلازم كل واحد يخلي باله من كل حاجه. بيتعرض للنقد من حق الناس اللي بيغلط. انت ما دام قبلت تشتغل في العمل العام، فمن حق بقى الناس تعترض عليك، تتفق معاك، الكلام ده كله موجود. لكن مفيش حد معاه مستند ويتكلم على سمعه حد، انا اسف. انا اسف، لان بتتكلموا على ناس محترمه، والاهلي لما بيشغل حد بيشغل المحترمين، ما بيشغلش اصحاب مصالح ومرتشين. فالكلام كان صعب جدا على الراجل. أنا ما حصلش ما بيني ولا بينه أي اتصال، بس لما شفت الكلام فعلا صعب. ولازم نرجع لأخلاقياتنا من تاني، لازم، وهنرجع صدقوني، لأن احنا شعب يمتاز بالأخلاقيات العالية، بالجدعنة، بالرجولة. واللي طلع من أسر بسيطة وغير بسيطة يعلم الكلام اللي أنا بقوله كويس جدا. فلازم نفهم اللي فيه أسر، والأسر دي بتتابع كل صغيرة وكل صغيرة وكبيرة. فبالتالي لازم نخلي بالنا واحنا بنتكلم على سمعة الناس، نخلي بالنا واحنا بنتكلم ومعناش حاجة في ايدينا وعمالين نوزع التهم على بعض. بنتكلم كتير عن مبادئ ومفيش حد بيعمل بيها، بنتكلم كتير عن مساندة ودعم ومش عارف وا وا والكلام الفضفاض اللي زهقنا منه، ومفيش حد بيعمل غير لمصلحته، مفيش حد بيعمل غير لمصلحته، هي دي الحقيقة. فكان واجب عليا، عشان انا اعلم قد ايه الراجل ده نظيف اليد، اعلم قد ايه محترم واهلاوي عاشق الاهلي وبيشتغل جوه النادي الاهلي. فخروج عن النص والكلام اللي احنا شفناه، انا عيب اللي انا اقوله، وانا كمان كاعلام اهلاوي بالنيابه اللي فيه لبعض زمالي، انا اعتذر لك على الهوى، وسامحنا اللي احنا جبنا سمعتك وروحنا لحاجه صعبه جدا في وقت بنمر بيه، لكن هتنتصر الاخلاقيات. فسياده اللواء احنا بنعتذر لك جدا جدا كاعلام،
اللي فيه البعض غير مسؤول وفي بعض محترم، فاحنا بنتحمل مسؤولياتنا وبحكم صداقتنا مع الناس كلها بنعتذر لك وبنعتذر لاسرتك على الكلام اللي اتقال. الموضوع الثاني عايز بخاطب فيه ايضا جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اتكلمنا عن مباراه لكن الحياه بتستمر، عندنا مشاكل بنتكلم فيها، في صراعات كتير وفي ناس مش عايزه تقعد ساكته، وفي ناس مصممه تتكلم تخرجك في فرعيات، وفي ناس هدفها مع ابراهيم الدنيا هتبقى فل، ومع اسماعيل الدنيا هتبقى بايظه، والعكس اللي مع اسماعيل الدنيا هتبقى فل ومع ابراهيم الدنيا هتبقى ضلمه. طيب احنا نمشي ورا ده، اتكلمنا مفيش انتخابات، برنامج ده لغايه ما تتفتح الانتخابات هسال حضراتكم سؤال وخلونا ندردش مع بعض يا اهلاويه سواء اعضاء الجمعيه العموميه، وهسال الاهلاويه النهارده سؤال انتوا اللي تجاوبوا عليه مش انا. انا هسال حضراتكم سؤال انتوا اللي تجاوبوا عليه مش انا، لكن خليني عشان كمان نطمن اكتر على فريق الكوره، ومش عايز حد يروح في اي مكان، عايزكم تتابعوا الكلام المهم اللي هتسمعوه بعد شويه عشان نقفل الموضوع ده تماما، وشوفوا وعودنا اللي احنا هنقولها وشوفوا السؤال اللي هيتسال لكل اهلاوي هو يجاوب عليه. خلينا كمان مره تانية نطير بسرعه لتونس وزميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير برحب بيك. امير امير كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا أكيد النادي الأهلي بيواصل استعداداته من خلال التواجد هنا في تونس استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق النجم الساحلي في دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وبالتحديد مباراة الذهاب واللي هتقام أكيد في مدينة سوسة. أكيد هي هتكون مباراة هامة جدا بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للاعبين، طبعا في روح معنوية مرتفعة بالتحديد بعد الفوز على فريق الترجي التونسي، يمكن فريق او ماتش او مباراة كانت غالية جدا وفوز كان غالي جدا بالنسبة للاعبي النادي الاهلي اللي قدروا من خلاله ان هم يوصلوا هذا المشوار الافريقي الهام. لكن خليني يا كابتن شادي بالتحديد اقربك من الصورة اكتر، يمكن طبعا النهاردة كان في مران مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي، مران كان تكتيكي من الدرجة الاولى، يمكن كابتن حسام البدري ركز طبعا على بعض الجوانب التكتيكية بشكل كبير جدا خلال المران. طبعا كابتن حسام البدري ايضا كان في جوانب بدنيه وجوانب طبعا تكتيكيه جامده جدا، وايضا كان في بعض تدريبات الكره، لكن الشكل اللي كان غالب خلال المران النهارده كابتن شادي هو الناحيه التكتيكيه. كابتن حسام البدري واضح ان هو عنده فكر تكتيكي معين عايز يبتدي بيه مباراه ان شاء الله يوم الاحد القادم امام فريق النجم الساحلي بسوسه. لكن الخبر الجيد برضو اللي عايز اقوله لكل جمهور النادي الاهلي هو الحاله الطبيه بالنسبه لسعد سمير. سعد سمير خلاص شفي تماما من الاجهاد في العضله الضامه، النهارده شارك في التمرين بشكل جامد كامل طبعا خلال المران، ايضا مع نهايه المران شارك في التقسيمه بشكل قوي جدا واصبح جاهز بشكل كبير للمباراه المقبله. طبعا ده شيء يمكن ايجابي وشيء جيد بالنسبه لكابتن حسام البدري، هيفتح بالنسبه له الخيارات في المباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي. بشكل عام كل لاعبي النادي الاهلي 25 لاعب المتواجدين جاهزين طبعا لهذه المباراه، لكن خليني اقول لك في هذه اللحظات عقب العودة طبعا بالنسبة للفريق من المران اللي كان النهاردة على